ولذلك يا أخواننا السؤال المفروض الناس توعى عليه، السبب اللي بيصلح القلوب دي شنو؟ بسيط، إنه القلب ده يكون فيه عقيدة في الله براه، ويكون فيه توحيد لله سبحانه وتعالى براه. وقبل ما الزول يخد في راسه حاجة إنه ده كلام جماعة ولا حزب، يعني تأكد أن هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للتوحيد. أهوي الناس يا أخواننا ما تخش بعض، دعاهم إلى أن يتركوا الصالحين الذين يعتقدون فيهم النفع والضر، والذين يلجؤون إليهم في الشدائد، والذين يعتقدون أنهم يوصلونه إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ديل تخلوهم وتتوجهوا لله براه. ربنا قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لشنو؟ إلا ليقربونا. إخواننا المشركين ما كان بيعتقدوا إنه الأصنام بتنفع الضر، أو كان بيعتقدوا إنه الأصنام دي هي اللي بتنزل المطر، وهي اللي بتدي الولد، وهي بتعلم الغيب، وهي بتتصرف في الكون، وهي يعني بتغيث الملهوف، وهي بتنجح في القراية. لا، كانوا بيعتقدوا إنه دي كلها عند الله براه. لكن كانوا بيعتقدوا، يقول لك نحن عندنا ذنوب ومعاصي، والأولياء دي الصالحين ونظيفين قريبين من الله، نحن لو مشينا لله طوالي كده ما بيقبلنا، لكن لو اتخذنا بيننا وبين الله واسطة ربنا بيقبلنا. ربنا قال كونك تعتقد العقيدة دي ده الشرك ذاته. والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا لشنو؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ربنا قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودي كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم خلاصته، إنه يا ناس خلوا غير الله وأعبدوا ربنا سبحانه وتعالى براه. ده صلح القلوب، ده خلى القلوب تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، وده خلى القلوب لما تنزل الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وشرب الخمر فساد. ده خلاهم يا أخواننا، الصحابة كانوا قاعدين في بستان أبو طلحة رضي الله عنه، منهم زول خاتي الخمرة في خشمه، ومنهم زول شايلة وداري وديها لخشمه، ومنهم زول خاتها وداري شربها. فلما سمعوا المنادي يقول لهم أيها الناس إن الخمرة قد حرمت، وقال يا أيها الذين آمنوا، طوالي دفقوا. أس يا أخواننا ما في مسلمين كتار، وهم ما كفار، مسلمين بيشرب الخمرة ويقروا عليه والآية ويكرروا عليه تاني ويكون حافظة، يقول لك أيوة صح، الخمر ذاتها ما يتحرم الطوال على ثلاثة مراحل، وبعد ذاك المرحلة الأولى كده والمرحلة الثانية كده، وحافظة وبيشرب الخمر. طيب ربنا قال يا أيها الذين آمنوا، أنت مش من الذين آمنوا؟ أي خليها. طيب تلقى واحدة متبرجة ما لابسة تمام وساترة محاسنة زي ما ربنا أمره، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هي مؤمنة ما كافرة، تقرأ عليها الآية ونساء المؤمنين ما بتلتزم وما بتستقيم، السبب شنو؟ السبب يا أخواننا في خلل في الإيمان. شكد ابن مسعود قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.